اول وصفه، وصفه كفته داوود باشا، حلوه جدا جدا وسهله قوي. هنعمل ايه؟ بصوا معايا لحمه مفرومه، براحتك بقى، عايز تعملي كيلو، نص كيلو، نص كيلو تعمليها كور صغيره كده، او كيلو تعمليها براحتك، كله زي ما انتوا عايزين. انا هقول لك مقادير كيلو اللحمه المفرومه. هنحط عليها بصلايه مبشوره، تمام، مبشوره ناعم، ومعلقه صغيره من السبع بهارات، ملح وفلفل. هنحتاج نحط رشه من جوز الطيب، جوز الطيب في الكفته هتبقى ايه، خطيره بس. وهنحطها في الكبه دلوقتي، وكل الحاجات دي تختلط ببعض كده وتتماسك، وتعمل لنا كفته حلوه. نبتدي نشوحها على النار في حته زبده ومعلقه زيت، وبعد ما نشوحها تاخد لون حلو نشيلها، ونحط مكانها بقى بصل وثوم وصلصه طماطم علشان نعمل الصوص بتاع كفته داوود باشا. وبس، شفتوا؟ ولا اي حاجه تانية، وسهله جدا جدا. تعملوها على الغدا وتخلصي الغدا اوام بقى، وتبقي عملتي اللي عليكي قدام ربنا وخلصتي الغدا. هنحط اللحمه في الكبه، كبه ميانتا. بصوا فيها ايه، اربع اسلحه، يعني دورين كده من الايه، من الاسلحه. حلوه جدا وسريعه، تخلط الحاجات كلها على طول وزي الفل، وقويه كمان بصراحه، هايله كده. انا مش هعمل الكيلو كله كده. وهنحط معاها البصل زي ما اتفقنا، بصل مبشور، او ممكن انت لو البصلايه تحطيها في الاول كده تتبشر او تطحن يعني، بعدين تنزلي عليها اللحمه المفرومه. هنحط السبع بهارات او بهارات لحمه، ورشه من جوز الطيب بس كده، وملح وفلفل، ملح وفلفل. عايزه افتح النار هنا على الحله دي عشان نسوي الكفتة. نقفل بقى، كل الكلام الحلو ده يخش في بعضه عشان يعمل لنا كفتة خطيرة. بس كده، بصوا عملت كتلة ازاي، خطيرة، وبقت ناعمة كده، وبقت ناعمة كده، انتي رايحة فين؟ وخطيرة يا جماعه، لا مؤاخذه على الازعاج. عايزه اجيب طبق او بوله، ايوه، ونطلع بقى ايه، اللحمه. بصوا خطيره، عايزه اشيل السلاح بقى ده بالراحه كده، ننزل من عليه كل اللحمه اللي في الكبه عشان نعمل الكفته. ريحتها حلوه قوي، البهارات وجوز الطيب عامله ريحه حلوه جدا في اللحمه. بس كده اهو، هناخد بقى كده ايه، نعمل كور. عايزينها كده ايه، تكون يعني مقاس واحد، يعني لو انت بقى يعني خلي بالك. عايزين نجيب طبق برضو جنبي هنا كده اهو، ونحط ايه، الكفته، ونشوحها في معلقه زيت، حته زبده، ممكن بدل الزبده حته سمنه، مفيش مشكله اهو كده. بس اهو خطيره. انا هعمل واحده كمان، ومعايا برضو كفته تانيه، ونشوحهم بقى مع بعض. وكتروا بقى الفلفل الاسود شويه في الكفته، بيعمل طعم حلو قوي قوي مع اللحمه اهو. تمام، بس كده. ونروح بقى للحله، حله اهي، معلقه زيت كده، اما نلبس جلوفزات علشان اعرف اتعامل مع الكفته. من الاكلات الحلوه بصراحه السريعه، وبرده مش مكلفه، يعني فيها لحمه مفرومه والكفته العيال كلهم بيحبوها، مع شويه صلصه ورز ابيض او رز بشعريه. انا بحب الرز اللي بشعريه اكتر بصراحه، بس زي ما انتوا عايزين يعني. هنحط مكعب زبده كده اهو، والكفته بقى الحلوه دي هننزل بيها هنا كده. عايزينها ايه، تكون لون حلو كده،
اهو عايزاها بس تاخد لون حلو، وانا معايا كام واحده هنا كده من الكفته ايه مستويين، هنحطهم نصحصحهم معاهم برده، بس الكفته دي تستوي الاول كده. الزبده بقى تعمل طعم حلو قوي قوي، او زي ما قلت لكم ممكن نستبدلها بالسمنه مفيش مشكله خالص. ومحضره بقى معايا بصل متقطع شرايح، فصين كده من الثوم المفروم علشان ايه نشوحهم مكان تحمير الكفته، وبعدين ننزل بالصلصه بس كده. شفتوا سهله وخطيره. انت كمان بقى ممكن تعملي حركه حلوه جدا، تبقي عامله الكفته كده ومديها التحميره الحلوه دي ومستويه وتشيليها في علبه في الفريزر، ده لو انت يعني من الناس اللي بتحب تخزن لرمضان يعني، انا ماليش في الكلام ده، بس يعني لو بتحبوا تعملوا كده، خصوصا بقى اللي بتشتغل وبترجع متاخر ووراها حاجات كتير تعملها، فعايزه ايه تبقى الدنيا معاها منجزه. هتقومي مطلعاها من الفريزر على طول، تاخد لها بس صحصحه كده في معلقه زيت مثلا، وتقومي عامله الصلصه وتبقي خلصتي الغدا على طول او خلصتي الفطار بتاع رمضان فورا. تبقى سهله جدا. اهو الكفته دي كده خلاص استوت، عايزه احط لها بقيه الكفته المستويه برده دي، بس ايه عايزين نصحصحها كده شويه عشان بردت كده كده، وبعدين نطلعهم في الطبق ومكانهم ننزل بقى بالبصل والثوم وايه والطماطم. معانا مين؟ معانا استاذه سهام. الو. ايوه مساء الخير يا مروه. اهلا اهلا يا مساء الفل. ازيك يا مروه؟ عامله ايه حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ جميله جميله كفته داوود باشا دي. اه جميله وسهله يعني بس. على طول كده تخلص. قولي لنا عامله اكل ايه النهارده؟ عامله محشي. يا عيني، لا المحشي يكسب. افتحوا لي الباب انا جايه. تعالي اتفضلي يا مروه. حبيبتي والله تسلم ايدك بالهنا والشفا. تسلم يا حبيبتي. تسلم. الله يخليكي. اموريني يا حبيبه قلبي، قولي لي عندك. اقول لك المخبوزات بتاعت امبارح، قولي لي العجينه بتاعتك. حاضر هنزلها لك حالا. حاضر. عينيا يا حبيبتي. وكل سنه وانت طيبه يا مروه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. ولادك طيبين. حبيبتي حبيبتي وانت طيبه يا روح قلبي، ربنا يسعدك. والاعداد طيب وكل اللي عندك طيبين. حبيبتي يوصل. تسلميلي. اتشرفت جدا وهنزل لك المقادير حالا. ماشي يا مروه. حبيبتي شكرا. ماشي. مع السلامه. مكان الكفته ننزل كده بالبصل. اهو. ياخد كده ايه من طعم تحمير الكفته. والزبدة الحلوة اللي كانت في الحلة كده. أول ما البصل ياخد لون حلو هنزل بالثوم، أشم ريحة الثوم وأقوم منزلة على طول الطماطم المضروبة في الخلاط أو معجون صلصة الطماطم. أنا بعد ما شميت ريحة الثوم رحت حاطة إيه طماطم مضروبة في الخلاط ومعجون صلصة طماطم كنت حاطاه معاها عشان يغمق اللون. شوية مية سخنة، طبعا حطيت ملح وفلفل. إحنا عندنا فاصل ولا إيه؟ طيب ما تخضونيش بس عشان انا بتخض. اهو بصوا اهو ده الصلصه بتاعت كفته داوود باشا. ننزل بقى تاني بالكفته الحلوه اهو كده، تاخد لها كده كام غلوه حلوين بالصوص الاحمر الحلو ده اللي بالبصل والثوم كده اهو كده اهو اهو كام غلوة كده بس لطيفة، ونقوم ايه بقى غرفينها في طبق حلو كده ورشة خفيفة من البقدونس، وتكوني بقى ايه محضرة رز بقى، رز ابيض رز بشعرية الكلام الجامد ده، وتبقى خطيرة. وطبعا محضر الطعام او الكبة بتاعت نيانتا زي ما شفتوا خلت بوستو اللحمة المفرومة متماسكة جدا وظريفة جدا، انها فيها سلاحين دورين من الاسلحة يعني قوية قوي، تقدر تفرم وتظبط الدنيا بشكل قوي. وادي الكفته بقى اهي. ايوه يا استاذه سمر يا خطيره يا جماعه، ملهاش حل. جربوها ان شاء الله، ان شاء الله هتعجبكم جدا.